هو ما تحلالوش كيما نقولوش. Elle est bonne, hein? Ah, elle est vraiment pour 1000 personnes. الجزائر هي ضوء الدار. ايوا اشوف بيعمل الأهالي على جمع الإفطارات في مناطق مختلفة، كل على حسب الحي بتاعه، بحيث تجمع بهذه المادة من الغذاء الرئيسي بمختلف أنواعه. بالتالي كان لابد للمنطقة المشهورين بالكرم والضيافة بأنهم يجمعوا كل العابرين بهذه المنطقة، سواء كان بإرادتهم أم بغير إرادتهم، كان لازم أن شنو أن يفطروا بغرب شنو مواعيد الإفطار. معظم العربات اللي نحن بنوقفين بنتعرض للخطر، لكن في سبيل الواجب في سبيل الكرم نحن ناس جزيرة زي ما قالوا الحارة نحن لا وكده، يعني عشان كده نحن بنعرض نفسنا للخطر. يعني بيقفلوا الشارع ويوقفوا العربات على اساس انه اي عربيه شايله كميه من الناس ينزلوا يفطروا بعد اداه الفطور، بعد ذلك يقوموا يتحركوا يرجعوا للاتجاه ماشيين عليه. Let's go.
في الماضي كانت فعالياتنا تقتصر على 3 أو 4 مساجد مع إقبال ضعيف. اليوم الصلوات وفعالياتنا الرمضانية في كل مساجد العاصمة تحظى بإقبال كبير. علماء الدين الألبان عبر التاريخ لم يكن دورهم دينيا فقط بل وطنيا واجتماعيا أيضا، وطالما وقفوا مع الشعب بغض النظر عن الحاكم. Thank you.
شنو اجواء السهر في المدينه العربيه؟ والله المدينه العربيه عندها تبع خاص في خاصه في رمضان، تبع تونس القديم التقليدي تبع تونس، خاصه القهوه العربي والمعني القاعده القديمه نتاع تونس الزمنيه والكل، ذاك علاش الشباب خاصة يهبط برشا المدينة العربي، نشوفوا فيها تونس القديمة اللي ما عادش موجودة توا في القهاوي الأخرين وفي الشوارع الأخرين. وكما قلت لك تبع الخاص نتاعها، تبع الجامع، تبع السور، تبع الأنهجة والقاعدة وكل القهوة العربي المشمومة، القاعدة الكل معناها القاعدة نتاع تونس القديمة اللي افتقدناها توا خاصة في الوقت هذا. لكن لاحظوا انه فما شباب موجود على الاقل، مازال يجي للمدينه العربيه اليوم في 2016، فما شباب يقدم يحب يسهر في المدينه العربيه ويمشيش لبلايص اخرى، ممكن سيدي بوسعيد ولا المرسى ولا البولين، يختار كان المدينه العربيه. احنا محتاجين كشباب، محتاجين باش نشوفوا الرونق نتاع المدينه العربيه، خاصه في وقتنا تو ثم برشا حاجات، برشا عادات، برشا تقاليد ماش نشوفوهم في بلادنا. احسن حاجه في وقتنا في رمضان في الوقت هذا نجيو للمدينه العربي، خاصه في شهر رمضان، باش نشوفوا الجو نتاع ناس قبل، نشوفوا القاعده نتاع ناس قبل، ريحه المشموم نتاع ناس قبل اللي افتقدناها في السنين الاخرى، خاصه كي تشوف معناها جامع الزيتون المعمور في وقتنا تو، بعد تأدي ست تراويح في جامع الزيتونه، تمشي بعد ما تكمل ست تراويح تعمل قهوه في قهوه نتاع المدينه العربي، يعني الجو هذا مفتقدينه في تونس عندنا مده، ويعني ماذا بينا كان الجو هذا يبقى على طول العام، خاطر نشوفوه بصراحه نشوفوه كان في شهر رمضان فقط، ماذا بينا كان يبقى على طول العام وكهوه.